والأصل في الحروف الشمسية أن تؤثر في لام التعريف فتقلبها إلى جنس من أجناسها. والحكم على شمسية الحرف يعتمد على أن يكون له تأثير إقلابي على لام التعريف، ولا دخل للإدغام في تحديد ذلك، وهو ما يتورط البعض في الاحتكام إليه. يحسبون الشدة التي تكون على اللام بسبب الإدغام شدة. يحسبون الشدة التي تكون على اللام بفعل الإدغام دليل شمسيتها. لا، هو هذا الخطأ بالنسبة. وكل من يشترطون الشمسية والقمرية شروط ما متوفرة بالله. يحسبون الشدة التي تكون على اللام بفعل الإدغام دليل شمسيتها، وليس ذلك بصحيح. إن الليلة اللام عليها شدة مدل على شمسية، أنه اللام في الكلمة المعرفة بأل تأثر على أل، تقلبها الأل مثل ما هي. شنو مثلا؟ شمس، دخلنا عليها أل، ما قلنا أل شمس، قلنا الشمس. هاي الشيء شمسية. شلون عرفنا؟ لأنها أثرت على لام التعريف وقلبتها إلى شين. زمن، الزمن هي الزمن، فصار عندنا كلمة الزمن زائن، واحدة حقيقية وهي نسميها أصيلة، واحدة مشتلبة. لما نحسب شكو بها الكلمة من الزاءات واللامات، نقول بها زاء واحدة وبها لام واحدة. وإذا جعلنا اللام زاء نقول هاي زاء مشتلبة. لكن لما نقول اللبن، لبن، لام، خلينا ال، صارت ال لبن، صار عندنا لام هنا. لام التعريف وحده اللام مال اللبن، لام اللبن ما اثرت على لام التعريف. عندنا لام هنا، هذا شمسية وقمرية. وانا اكتبت لعبد الصبور شاهين، هذا ايضا باحث في علم الاصوات والتجويد البصري، لا أسأله شنو رأيك بالله شمسية وقمرية. بعث لي كتاب، كتب عليه الإحباء، وكان بيت الأيام بالسعودية، طبعا سنة 1972، بيت لعام قمري، يعني سبقني في اكتشاف قمري. زين، احنا خليها شدة ولا نشيلها؟ شدة شيلها على آخر، إلا ما هي علاقة صح؟ يعني هاي الناس هكذا رشت على الله فلا شدة؟ إيه مثل الله، أما تخلي عليه شدة فتنقش هذا، ما لا علاقة. تريد تشيلها تريد تخليها. طبعا الشيخ أبو الحرام شنو؟ زاوية كانت تقول الأصابع. إيه هي شو بعدين طلعت زاوية؟ الله يحفظك. والله أمريكا تبص سلحها مضحكة. بالقلم أشر عليها وإحنا نقول نبلش بيها بسرعة. زين، بديت من الأول، وليس ذلك صحيح. هذا الشيخ عبد الحكيم هو فاضل التسليم عن فاطمة وهي ما أحمد من ليش. إذا طبعنا طبع اللوخ نلاحظ الأرض. أحكام الرائي. الرائي حرف أصيل ومشتلب، ومن نماذج اجتلابه وقل رب زدني علما، فإن اللام تلفظ راء قل ربي. ومثل ذلك قال فمن ربكما يا موسى، أي من قلبت إلى راء، فإن النون الساكنة تنشأ عنها راء مختلفة إذ تلفظ فمن ربكما. الأولى يعني مثل الأول لازم يلفظ يعني بدون إدغام، عن المدد الثاني يعني اللي فسر فمن فمر في أول مرة. يا بني النون الساكنة إذا جاءت بعدها راء تقلب النون الساكنة إلى راء، لما راح يصير عندنا رائين الراء الأولى تدغم بالثاني، النون ما تدغم بالراء، هذا مما يستحيل. عفوا شيخنا، يعني قصدي المثل الأول لازم نقرأ بدون إقلاب أو بدون شو اسمه، العمود الثاني هو اللي فصله. النون الساكنة إذا جت وراها راء سيف فمر، شو نقرأها فمن؟ لا
حتما لان ما دام جت وراها راء او ميم او لام هي تقلب. هي ونكتبها نون ننكتبها راء ولا ميم. يعني اللي يفرق فرق بين المقلوبه والمقلوبه هذه انت تعرفها. انت لما تكتبها كتابة احد لما تلفظها لفظا لما تكتبها بالكتابة نون. قال فمن ربكم بالكتاب. في الكتاب لكن بالقراءة قال فمن ربكم. يعني حتى باللغة العامية النون الساكنة إذا جاءت بعدها راء تقلب إلى راء حتى بالإنجليزي بأي لغة على وجه الأرض ما دام نون ساكنة وراها راء هي بصورة تلقائية تنقلب إلى راء. وتفخم الراء إذا كانت مفتوحة مثل منارة وضربة. وكذلك تبصم إذا كانت مضمومة مثل رزق وعروج. وترقق الراء إن كانت مكسورة مثل رياح وإزاري وبريء ويعرف. فإن كانت الراء ساكنة سكون بناء لا أكثر منه نعم أكثر منه نعم لا فإن كانت الراء ساكنة سكون بناء أو وقف نظر إلى ما قبلها. فإن كان مفتوحا أو مضموما فخمت مثل برد وبرد وعبر وسرور. عند الوقوف فخمت مثل برد وبرد وعبر وسرور. عند الوقوف عليه إيه؟ ومثل ذلك في التفخيم نذر في قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر. هذا لا يرققون المجملين يقول لك أصلها نذري والراء مرققة لأنها مكسورة لما شلنا الياء منها تبقى مرققة مخالف للقاعدة الصوتية. أنا عليه بالشيء اللي دا أسمعه اللي دا أسمعه أنها راء ساكنة قبلها مضمون إذا تفخم. لفظ ما شئت بلا يعني بلا مثل يقول تحرير ولا هذا الراء ما بالأخير نذر 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 موقفة مفخمة. إذا كان ما قدر الراء ساكنة مكسورا رققت مثل بركة وفرعون ومرآة. ويدخل في هذا الحكم ما كان عارض ليس يقول مرآة لأنه التاء المربوطة من السبق ومرآة ويدخل في هذا الحكم ما كان عارض الكسرة مثل أمير تابو أمير تابو ويخموها الجماعة يقول لك هاي الكسرة عارضة لما تكون الضمة عارضة شو ما رققتها ما وإن ارتبتم لمن ارتضى لازم إنر ما دام الراء ساكنة قبل مكسور ترق. أما نقول إن ارتبتم إن ارتبتم لو ذكرت لي على لام الجلالة قل الله هذا مو عارف ليش ما فخم أي ما سبق الراء من كسرة نشأت بتخلف السكون في أصل أكو بعض المؤلفين يقول لك ظلينا صافنين عمر أريد نعرف شنو هذا العارض ما عرفنا شنو عارض. أنا علي بالشكل جالب الشكل الصوتي يعني الهندسي هندسة الصوت هاي الراء ساكنة وقبلها مكسور منين ما تجي الكسرة خل تجي يعني ماذا أبحث عن الجوانب الصرفية دا أسمع بإذني أن راء ساكنة قبلها مكسور إذن هتق. هم ما يقولون مثلا العلم مثلا العلم يقول لك هيدا كان قبلها إنا أو كان أو ما أشبه ذلك لازم تتحرك حلقك على الضمة هذا هم يسمون الرون من بعدين بزايد هو اللغو بلغو شمال هم يقرد القول عمان ايه. وتفخم الراء الساكنة إذا سبقت بواو مادية أو ألف أو ألف مثل نور ونار تفخم
ولكنها ترقى إذا سبقت بياء مادية مثل خبير خبير. وفي مد وفي مد الليل تفخم الراس وفي مد الليل وفي مد الليل تفخم الراس ساكنة مع الواو مثل دور أو طور طور ودور وثور. هذه تفخم مدين وترقق مع الياء مثل طير والدير وخير. زي ما على الاسلام تفخم ما هو الألف المدلين مدلين ألف مدلين مدلين واو أو بالحالتين يعني حالة الواو تتوخم وحالة اللي أترك. وإذا كانت الواو ساكنة مكسورة ما قبلها وما بعدها حرف استعلاء مكسور فخمت ورققت ورققت فخمت ورققت يعني مرتين مثل كل فرق أو كل فرق إيه؟ فإن كان حرف الاستعلاء غير مكسور فخمت إيه؟ مثل فرقة إيه؟ وقرطاس ومرصاد. يتخلف التفخيم والترقيق في الراء الساكنة إذا جاءت بعدها راء متحركة ينشأ عنها صوت إدغامي مثل الحر بالحر. فإن الراء الساكنة مفخمة في كلمة الحر الحر الثانية حر قد جاءت بعد في كلمة فإن الراء ساكنة مفخمة في كلمة الحر الثانية حر قد جاءت بعدها راء مكسورة ري لذا رققت الراء الساكنة إجراء لها مجرى الراء المكسورة الآتية بعدها. نحن نسميه تخلف التفخيم والترقيق. مثلا عندنا الحر مفخم الحر بسمع لي حر مفخمة لأنها صوت مرتفلة مضمومة وهو مضمومة مفخمة بالحر ري الأولى لما نقول بالحر الراء لازم تكون مفخمة لأنها ساكنة مرتفلة مضمومة لكن جت وراها ري ترقق تبع الثانية فلا بد أن اثنين نوحدهم الساكنة تلحق المتحركة لأن المتحركة أقوى تصير بالحر لي إذا وقفت عليها ما ترققها الحر إذا طبقتها تصير بالحر لي حر لي. زين شيخنا هاي مو موجودة بكتب التجويد لا موجودة كل فرق يعني السبب أنه إذا حرف الاستعلاء كسر ذهبت استعلاءاته يعني المعلم عنه لا هي سديد العلو الجواز شيخ يا متفخمة بعد ما نقول ذهبت استعلائية ما دام جوازي ما دام جوازي انت بالخيار ترققها او تخم السبب يعني هم هذه هي مو مسألة استثنائية هي قاعدة مستقلة نجعل له مستثنى لأنه فر يجب أن تكون مرقق لكن لما جاء وراء حرف استعلاء كأنما الانتقال من الترقيق للتفخيم اللي موجود بالاستعلاء والصعوبة باللسانية لذلك فخمه فتقدر تفخمه تقدر ترقيقه تقدر خير وفهمنا يا هاشم قلت له يقول وبعد حرف استعلاء مكسور فخمت ورققت مثل كل فرق فإن كان حرف الاستعلاء غير مكسور فخمت مثل فرقة وقرطاس فالأولى أنا ما أدري يعني واجهة بعض يقول إنه القاف إذا كسر حرف الاستعلاء كسر تذهب استعلائته يعني بعد لكن ما نقدر نقول ذهبت استعلائيته إلا مع ترقيق الراء لكن لما الراء أنت تخمها وين صارت الاستعلاء هي ما يخاف مخت مخت إلا هو شوكة الاستعلاء في حروف الاستعلاء تنكسر إذا كان إذا كانت مكسورة هذه الحروف. شيخنا العفو العدل إذا كان حرف الاستعلاء مكسور جاز فيها الوجهان أما إذا كان مفتوح أو مضموم يعني بس التفخيم هذه يعني ما ناقشت ولا وجدت فيها رأي جديد أبقيتها كما هي لأن كلها نجي نشيلها ونبدلها ونحط هاي
يحتاج إلى دراسة دقيقة. ولكن البر فإن الراء ساكنة مرققة بحق كونها ساكنة وما قبلها مكسور تخلف فيها التوفيق ففخمت إجراء لما بر ساكنة قبلها مكسور إذا ترقق الراء، لكن لما جت بعدها راء مفتوحة مفخمة لا يمكن الإدغام بين راء مفخمة وراء مرققة، لابد من التوحيد. ليش أقول لك أنه النون لا يمكن أن تدغم بالراء أو باللام أو بالميم؟ واحد يصير الحرف واحد، لا الحرف واحد شوية اختل بي التفخيم والتفخيم ماذا نقدر ندغمه إلا سويناه النون الراء ففخمت إجراء لها مجرى الراء مجرى مصير مجرى لكن الأحسن مجرى مجرى الراء المفتوحة بعدها أدخلني مدخل صدق مو مدخل درة مو در ما كراء مرققة درة ترقيق صارت مفخمة درة إذا وقفت عليها تقول در رققها للراء ومثل ذلك ريح فيها صر المؤلفة من صر ومن رن التي ترفع رن تفخمها والراء من حروف الإخفاء الإخفاء الثمانية مثل نه وشه وبد وصح وقط أي إنها تلفظ دون أن تلحق بليل صوتي لأنها هي بالذات عند إخفائها تكون في غاية الضمور والخفاء وتنشأ من عن ترجيفها المعتمد وقالة في غاية البشاعة الإخفاء الإخفاء حروف الإخفاء ثمانية هي الراء والضاد واللام والميم والنون والهاء والواو والياء وذاك إذا وقعت هذه الحروف نهاية مقطع ثلاثي لا وجود فيه لحرف مدي من ألف وواو وياء وكذلك حين لا يكون الحرف مشددا ومن نماذج الألفاظ الإخفائي المستوفية للشروط ده وقد وعم وعرض وعرض وعر وسهل ونب هذه من الأصلح أن كل حروف الذكر قبل أن تخرج نعم فلن الراء نه وشه وده وقد صلعيت شيخي ده الراء ده وقد وعم وعرض الضاد وعرض 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 اللام وسه ونب ماكو وضع ليش تقول اللام ابدا بلا واو وفعل تلميم سه حق عل النون لح ده خد الهاء وجه واسأل فليصم الواو سه ولح والياء سع شنو اثنين عندنا بالواو؟ ايه نعم شنو اثنين عندنا بالتجارب صح الامثله كثيره اللي بتجيب فيها زي لا هو اذا اريد الفتحه والضم والكسره شوف فايدتنا هاي ايه الياء سع ونا وعد والاخفاء هو ما يقال له الروم ومعناه اراده نطق الحرف دون الايتان به بالوضوح المطلوب الاتيان به بالوضوح المطلوب وذلك لكون المقطع ثلاثي الحروف ليس من الحركة شيء إلا على حرفه الأول وما بقي من حرفيه فإنهما ساكنان ويشق على الناطق التصرف في ذلك ولا يقع الإخفاء في حروف القلقلة ولا الصفير وحروفه الزاي والسين والصاد حروف القلقلة ما ذكرناها
أنا فوق خمسة. هي تسعة. توابع واحد. توابع أربعة. ولا الاستعلاء باستثناء الضاد. ولا الحلق باستثناء الهاء. ولا التفشي وحروفه الثاء والذال والشين والظاء والفاء. ومن اللحن نطق حروف الإخفاء في حالة إخفائها نطقا متعسفا فيه ابتغاء إبرازها بالقوة، إذ يسحبونها صوتا افتعاليا ظاهر البشاعة كالذي يسمع من المذيعين في مثل لفظ شه. في مثل لفظ شه. نعم. ثم يقولون شهر شهر. أما العامة فإنهم يحركون ما قبل الحرف الثالث في المقطع الثلاثي على جار عاداتهم. شيخ حتى بعض القراء من يقول إن أنزلناه في ذات القادم أنت يا راء وهذا تقتضي القلقة تصير عنده راءات. شيخ حروف التفشي يعني بعض الكتب تكتب بس الشيء بعض وياها وبعض تقول ما أدري منه بعض سبعة بعض سبعة ما أدري التفشي تدري شنو؟ نعم. إذا تخلي بيدك مش دخن حبة دخن وتلفظ هذه الألفاظ تطير. أنا تفشي يعني مثلا هو طلع هم يقولون انتشار الهواء في النطق بالحرف ما عارفين أي شيء. هم يقولون داخل الحرف هو خارج لما تقول إيش خارج خذ وش وش خارج أف يطلع الظاهر يطلع من داخل الحلق ما كله يبقى الحكي بداخل الحلق ما حدث معه الإدغام. الإدغام حالة تقع لكل حرف مكرر على أن يكون الأول من المكررين ساكنا، وحروف الإدغام هي سائر حروف الكلام باستثناء الألف، أي إن الإدغام يقع في 28 حرفا هجائية. ومن نماذج ذلك سؤال. الهمزة مكررة إدغام صار فيها. سؤال جمع سائل. شبه شدت. شبه هاي باء مكررة. شتت أو شتى. شتت رتة حجة صحة 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 ضحة ردة شذة درة حزة أسسة رشة قصة عضة حطة حظ دعة نغصة حفة حقة شكة شلة سمة شنة سوى سهلة سيما سيما. إن بعض حالات الإدغام تكون مصحوبة بغنة إدغامية، وذاك في حرفين هما الميم والنون في مثل ثم وإن، يليانهما حرفان آخران هما الواو والياء في مثل خول وسوب وبين وزين. شوفها تقراها خول وثوب وبين وزين. من هنا واو ذكرنا الواو هنا الياء نموذجين هنا في مثل خول وثوب وبين وزين. ولا يقع الإدغام إلا بين حرفين مكررين هما في الأصل شيء واحد، فإن أريد إدغام حرف في حرف في حرف في حرف آخر غيره وجب إقلاب أحدهما إلى مثل صاحبه، وإن لم تنع الإدغام واستعصى واستحال على أن لا يقع هذا الإقلاب إلا لحروف معترف بجواز إقلابها. مثلا النون الساكنة إذا جاء بعدها راء أو ميم أو لام حروف معينة تقلب، لكن بكيفنا ميس موقف ناس بكيفهم. مثلا قد سمع الله ويقلب الدال إلى سين قس يقول لك قس سمع قص شغفها حتى قص صرفنا
لقد صدق الله. اي هذا هو بالتعليق على نفسه ما معترف في الاقلام. لقد جاءكم وهذا ما معترف لغجت جلودهم تاء الى جيزه قال الطائفتهم لا هذا لا والله ولا تخلب طائفة لا ما تخلب قالت طائفة وقالت لكن احنا لتقارب الحرفين نشوف كأنه اندمج ونطلع صوت واحد بس دخل ففي ادغام نون من في راء راء يجب اقلاب نون من الى راء فيقال اولا مر بدلا من من ثم يقال راء فتلتقي الراء المجتلبة الناشئة عن اقلاب النون الساكنة بالراء الاصلية الكائنة فيه راء فيقع الادغام على ان تكون كلتا الراءين على حد واحد من التفخيم او الترقيق والا استحال الادغام بينهما ومثل ذلك اللام المفخمة واللام المرققة فإنهما وإن كانا حرفا واحدا فإن اختلاف صفة التفخيم والترقيق بينهما يحول دون وقوع حالة الإدغام عليهما لذا كان لابد من توحيد الصفة فيهما وذلك أن اللسان يستقر على الحرف المدغم فإذا ارتفع عنه ارتفع بذات هيئته الصوتية وذاك هو معنى الإدغام مو ادخال شيء بشيء ادخال حرف في حرف يتدخل هذا لم ما هاي لم وحد ما وحد شيء ساكن شيء متحرك شيء كذا لكن التعاقب بيناتين يخلينا انه من ننطق هذه المقطعين ننطقها بلا فاصل افتعالي فما يصير تقول للواحد يا محمد مد تعال تنطقها طبق وهدور اللغز بلا فاصل وما حددوه في الإدغام بحروف يرملون لا صحة له في أحكام الإدغام العامة مين جابوا الإدغام؟ حروف الإدغام ستة بقالين يقلبون بعدين يرملون عندهم فثبت سويها فات يعني بقالين يقلبون ثم يدغمون الكتب المفصلة القديمة ثم بعدين الإدغام قديم الواقع بس انت يعني هم ناخذ من النصوص من كتب كثيره فقرا الكتاب الموسع في الفقه كذلك ما اوردوه في هذا الباب مما سموه بادغام المتقاربين والمتجانسين لا اصل له ثم افترضوا ادغامات فلن كمثل الكلب ان تحمل عليه ولهب او تتركه ذلك مثل القوم الذين لو اذا ادغم يلهث بذلك واقلب السائل اذان ما له معنى وما له مبرر وانما هو نمط من ادغام التماثل وقع ذلك فيه بين حروف اصيله واخرى شنو هذا متقاربان مو قلبنا اللام الى راء وادغمنا الراء براء احنا السبب الادغام معنى نبي كله متشابه يجوز اكو اسباب هندسيه في داخل الصوت تخلط هذا ليش انقلبت اللون الى راء لها اسباب هاي من وين نبحث فيها هاي اسباب تدرس على حده لكن النون قلبت الى راء واللام قلبت الى راء وادغمت الراء من راء ليش متقاربين نجي على ذاك الناس المترجم سايب فإنا إذا قلنا